يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا الحمد لله، طبعا مكسب مهم، مكسب معنوي طبعا في وقت مهم جدا. يعني يمكن احنا مرن بدات مع الفرقه من يوم السبت، كان في دروب وارد، يعني كل الفرق المستويات متقاربه جدا، كان مهم جدا مكسب النهارده علشان طبعا نستمر في المنافسه. النهارده يعني رقم واحد بشكر جهاز السابق كابتن احمد عبد الملك طبعا، وكابتن احمد صلاح اللي اوريدي متواجد معايا، وكابتن شيد قناوي، والمنظومه. يعني احنا لافينا مؤسسه، فالعمل فيها بيبقى اسهل كتير من اي مكان اخر. يعني النهارده يعني انا طبعا راضي جدا عن اداء اللعيبه، راضي عن مجهودهم، ويمكن هم السبب الاول والاساسي في مكسب النهارده. بشكرهم، وطبعا الحمد لله. يعني برضو الحمد لله مهم جدا واحنا بنحط البصمات يبقى في مكسب، عشان المنافسه شرسه جدا. يمكن شايفين من المركز الاول المركز ال 15 كل الناس عندها طموح الصعود، فكل نقطه طبعا بتبقى غاليه جدا جدا. يمكن حتى التعادل في اوقات قبل كده كنا بيبقى مثلا التعادل بيبقى مرضي، لكن دلوقتي اللي بيتعادل بيبقى بيخسر نقطتين مش بيكسب نقطه. فمهم جدا يبقى كل ماتش نلعبه على مكسب. اللعيبه التزمت وعملت يمكن انا قلته يمكن اكتر من 100%، وعملوا مجهود اكتر كمان من الطبيعي. بشكرهم على المجهود، وبحمد ربنا الحمد لله على المكسب اللي في وقت مهم جدا. الف مبروك يا كابتن. الف مبروك يا حبيبي. بالنسبه للتحكيم انا ما فيش كومنتات على التحكيم، احنا طبعا بنحترم الحكام ونحترم قراراتهم، ووارد يبقى في اخطاء وارده، زي ما ممكن اللاعب يخطا، ممكن المدرب يعمل حاجه مش موفق في حاجه، فده وارد جدا. ما عنديش طبعا اي تعليق على ده، ويعني ببارك لعيبتي وببارك لكل الناس اللي في نادي لافينا على المكسب، وتبقى بدايه خير لينا باذن الله، ويبقى عندنا مساحه من الوقت بقى نشتغل بشكل افضل واريح. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحمد لله رب العالمين. النهارده قبل ما اي حاجه احب اشكر كابتن احمد عيد والجهاز الفني السابق، بحب نرحب بالكابتن عباقي النهارده والجهاز اللي معاه. الحمد لله النهارده اللعيبه الرجاله ادت ما عليها. النهارده عملنا شوط اول لحد ما كويس، طرد مننا واحد بس الكابتن قال لنا لازم نرجع برده، لازم مش عارف. فالحمد لله لحد اخر نفس، والحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله، ولسه المشوار طويل الحمد لله. ان شاء الله خير النهارده. اكيد طبعا بجهاز فني جديد، فلازم كنا النهارده محتاجين قوي المكسب. الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب النهارده وخدنا 3 نقاط الحمد لله. بسم الله. طبعا بشكر اللعيبه كلها على المجهود الكبير اللي بنعمله النهارده. انت عارف طبعا لما بتغير مدرب ما بين السيزون بيبقى بتحتاج وقت شويه، وكابتن احمد يعني كابتن عبد الباقي بقاله معانا 3 ايام، حاولنا نعمل اللي هو طلبه مننا في اوضه اللبس وفي التمرين وكل الحاجات دي. الحمد لله طبعا بشكر كل اللعيبه اللي معانا. يمكن بقى لنا ماتشين ما خدناش مكسب، ودي طبعا حاجه يعني مش كويسه للنادي لافينا. نادي كبير بنلعب على الصداره من اول اسبوع. طبعا بشكر ربنا على الاداء وعلى المكسب، وثلاثة بونتو مهمين جدا في اللي جاي. ان شاء الله يعني الفتره الجايه نرجع تاني للتوب ليفل بتاعنا، ونبقى يعني رقم واحد تاني كالعاده باذن الله.